الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، فمع سلسلة جديدة من كلامنا حول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه السلسلة بعون الله تعالى سنتكلم فيها عن عقيدة السلف الكرام من كلام السلف بفهم الأئمة الكبار أتباع السلف الذين أخذوا عن السلف مباشرة. ونبدأ بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، المتوفى سنة 50 و100 للهجرة، ولد سنة 80 للهجرة، وقيل سنة 70، وقيل غير ذلك، وتوفي بالاتفاق سنة 50 و100 للهجرة. فهو ممن عاشر أصحاب القرن الأول، عاشر الصحابة وأدرك 7 من الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأدرك عددا كبيرا من التابعين، وعاش في ظلال أتباع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، فعاش في زمن خير القرون. ومزية الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه نقل عنه عقيدة كاملة متكاملة، لم ينقل عنه رواية فقط هكذا شاردة يتأولها الإنسان كيف ما شاء، لا، نقلت عنه عقيدة، طبعا لم يدونها بيده، لكنه أملاها على تلامذته وتلقاها الحنفية بالقبول. والإمام الطحاوي رحمه الله ألف عقيدته اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة على غرار عقيدة أبي حنيفة النعمان في الفقه الأكبر والفقه الأبسط والوصية، ولا تجد فرقا جوهريا بين ما ذكره الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة وما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، ولا ما ذكره الإمام الماتريدي رحمه الله في كتاب التوحيد، ولا في تفسيره الكبير العظيم تأويلات أهل السنة. نعم، فنتكلم عن عقيدة أبي حنيفة بإيجاز واختصار، لأن لا نستطيع أن نستوعب كامل العقيدة، وإلا نحتاج أن نشرح العقيدة الأشعرية الماتريدية بإسهاب، لكننا نركز على القضايا التي يكثر حولها الجدل حتى نعرف هل الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يوافق أو يوافقه أهل السنة السواد الأعظم من الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة، أم أنهم يخالفونه. وسنأتي إن شاء الله في هذه السلسلة على باقي الأئمة الأربعة وعلى غيرهم من أئمة السلف، وسنأتي إلى أقوال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والإسحاق بن راهوي والإمام البخاري والإمام الترمذي وابن جرير الطبري والإمام البغوي رحمه الله ورحم الله جميع علماء الإسلام والمسلمين. نبدأ بالإمام أبي حنيفة من كتابه الفقه الأكبر، بدءا من باب الوحدانية، إثبات الوحدانية لله تعالى. قال: والله تعالى واحد لا من طريق العدد. وهذا كلام أهل السنة الأشاعرة، ينفون التعدد عن الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم ذكر بعد ذلك الصفات الذاتية والفعلية. قال: أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. هذه الصفات السبع التي يقررها أهل السنة والأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة على أنها صفات معان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات السبع التي ينتقد البعض أهل السنة بأنهم يحصرون صفات الله تعالى في هذه الصفات السبع، هم لا يحصرون إطلاقا، ولم يقل أحد من أهل السنة إن هذه الصفات هي
صفات الله تعالى على سبيل الحصر، بل يقولون وينصون على أن جميع أن كمالات الله تعالى لا حصر لها ولا يعلمها إلا الله، إلا أننا لم نكلف العلم بغير هذه الصفات السبع التي ترجع إليها بقية الصفات إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. نعم. ذكر أبو حنيفة رحمه الله قال: لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه، لم يحدث له صفة ولا اسم. وهذا هو عين مذهب السادة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة، أنهم ينزهون الله تعالى عن قيام الحوادث بذاته العلية، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة نقلا عن أبي حنيفة وصاحبيه قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. فجميع صفاته سبحانه قديمة وجميع أسمائه تعالى كذلك قديمة، كما قال صاحب الجوهرة الإمام اللقاني رحمه الله قال: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة سبحانه وتعالى، واختير أن أسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. قال بعد ذلك قال: لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الأزل. إذن جميع علم الله سبحانه وتعالى صفة واحدة، وهذا واضح بقوله والعلم صفة في الأزل. إذن الله تعالى له صفة علم واحدة، أما المعلومات فالمعلومات متعددة ولا حصر لها، أما العلم فهو واحد ولا تجدد فيه كما يزعم المشبهة أتباع الفرقة الكرامية، يقولون بأن الله تعالى تحدث له أو يحدث له تجدد في العلم، وقادرا يعني لم يزل قادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل. إذن هذه الفكرة الفلسفية أن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة، هذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا من أهل البدعة، إنما قال به الفلاسفة حينما قالوا حركة الأفلاك قديمة وأفرادها حادثة. فهذه فكرة يعني فكرة دخيلة على الإسلام من شؤم الخوض خوض بعض المنتسبين للإسلام في الفلسفة فقط، هذا هو، وإلا صفة الكلام صفة واحدة قائمة بذات الله تعالى وهي أزلية، وهذا متفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة خلافا للمشبهة. قال نعم، نحن نمر مرورا هكذا على ما حصل حوله جدل، لنقرر أن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله موافقة تماما لما عليه السواد الأعظم من أئمة الإسلام السادة الأشاعر والماتريدي وفضلاء الحنابلة. ثم قال: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، ومن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف أو شك فيهما فهو كافر. إذن لا يوجد صفة تحدث في ذات الله تعالى، ومن أثبت قيام الحوادث بذات الله تعالى فهذا حكمه عند أبي حنيفة. أما الأشاعرة والماتريدية فلا يكفرونه، لكن يعتقدون بأنه على بدعة وعلى ضلالة. ثم قال: والقرآن كلام الله تعالى. انظروا إلى ما عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسألة القرآن الكريم وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم إذا نظرنا إلى مذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية نجده عين ما عليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. وميزة أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان متكلما قبل أن يكون فقيها، و كثرت عنه الأقوال الكلامية في الرد على الملاحدة والرد على غيرهم من الطوائف. قال: والقرآن كلام الله تعالى، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق،
وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق، أي القرآن بمعنى الصفة الأزلية، القرآن الذي هو صفة الكلام. قال: وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام وغيرهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم، وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى عليه السلام وغيرهم المخلوقين. والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم. بعض الناس قال: لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم، بل إن أفراد الكلام حادثة. فالمجسمة والمشبهة الذين يعني أحيانا ينسبون أقوالهم إلى أهل السنة من السلف الصالح يقولون بأن القرآن حادث أحدثه الله تعالى في ذاته، ولا يجرؤون أن يقولوا بأنه مخلوق، ويأتون بفروقات ليس لها أصل لا في اللغة ولا في الشرع ولا في الاصطلاح، أن المخلوق ما خلقه الله خارج ذاته، والحادث ما خلقه الله في ذاته، تعالى الله أن تكون ذاته محلا للحوادث. هنا يصرح أبو حنيفة بنقض هذا القول بقوله: والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم، لا أصرح من هذا. نعم، قال: وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام، وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق، فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. سبحان الله، ما الذي يقوله الإمام الأشعري رحمه الله؟ إن القرآن، إن الكلام صفة الكلام أزلية، والله تعالى إذا تكلم، إذا قلنا إن الله تكلم أو كلم أو قال أو نادى، فيكون معناه أنه أزال الحجاب عن عبده حتى يدرك بعض مدلولات الكلام القديم، هذا معنى ذلك. وعنده أن صفة الكلام، صفة الكلام الأزلي يمكن أن تسمع، كما أن ذات الله تعالى يمكن أن ترى، لكن بلا كيف ولا انحصار، وهكذا السمع يسمع كلام الله الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت. لا نريد أن نتوسع أكثر من هذا. قال رحمه الله: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين. هذا نفي لمطلق التشبيه، لا إثبات للشبه مع نفي العلم بالكيفية، كما تزعم المجسمة المشبهة بأن الله تعالى له كيفية وله حد، وهناك قدر مشترك بين ذات الله وذوات المخلوقين وصفات الله وصفات المخلوقين، لكن الخلاف فقط في الكيفية، كما أن يعني الخلاف بيننا وبين جبريل عليه السلام في الكيفية، لكن القدر المشترك موجود، اللي هو معنى الجسمية ولوازمها من التحيز والحركة إلى غير ذلك. قال: وصفاته كلها بخلافه صفات المخلوقين. إيش يعني بخلاف؟ يعني مختلفة كليا في الحقيقة وفي المعنى، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إيش معنى المخالفة للمخلوقين يا إمام؟ قال: يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا. نريد تفصيلا أكثر من هذا، لأن بعض الناس يقول: نعم، ونحن نقول يتكلم لا ككلامنا، ولكن يظن أنه في الكيفية. لا أخي، الخلاف في نفي الكيفية، أن الله لا كيف لكلامه، لا كيف لصفاته، لا كيف لذاته، لأن الكيف علامة الحدوث، لأنه من لوازم التغير، حالة الشيء الذي يتغير القابل للتغير. يسأل عنه بكيف: كيف صحتك؟ كانت جيدة الآن، كانت سيئة الآن، فما كان قابلا للتغير فإنه يصح أن يسأل عنه بالكيف، لكن الكيف مرفوع، أي ممتنع أن يوصف به الرب عز وجل، كما قال الإمام مالك، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد تفصيل ذلك. ما معنى قولك يا إمام يتكلم لا ككلامنا؟ قال: نحن ونحن نتكلم بالآلات والحروف
والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف. لماذا؟ قال والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. ولا يزيد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية على مثل هذا الكلام، فهم على التحقيق تبع للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، حذو القذة بالقذة. ثم قال رحمه الله مباشرة، وهو سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ليس كمثل شيء. فيصح أن يوصف الله بأنه شيء. ومعنى الشيء، ما معنى الشيء؟ الثابت أي المتحقق وجوده، ليس فكرة ذهنية، لا، بل هو موجود خارج الذهن، له تحقق، له وجود حقيقي ثابت، ولكن لا كيف لوجوده. وهو الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. أي شيء أصرح من هذا أيها الإخوة الأحبة؟ نفى مطلق الجسمية عن الله، نفى معنى الجوهرية عن الله، نفى معنى العرض عن الله، نفى كون الله محدودا. إذن الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى أئمة السلف الصالح ويثبتون الحد للرب ويثبتون معاني الجسمية الله تعالى، وإن لم يصرحوا بكونها جسما أو كونها أعضاء، الإمام أبو حنيفة نفى الجسمية، الإمام الطحاوي قال وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهؤلاء يقولون نحن لا ننفي الجسم لأنه لم يرد نفيه. بعد هذا، بعد نفي الجسمية، أثبت أبو حنيفة رضي الله عنه، قال وله يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. إيش معنى هذا الكلام؟ بعد أن تنفي الجسمية عن الله تعالى، ما عاد ما يضاف إليه على معناه في المخلوقين. إذا قلنا يد مضافة إلى من ليس بجسم أو إلى ما ليس بجسم، فلن تكون بمعنى العضو. القرآن الكريم قال الله تعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وقال عن الرحمة بشرى بين يدي رحمته، وقال عن العذاب بين يدي عذاب شديد. فهل العذاب والقرآن والرحمة لها أيدي بمعنى الجارحة؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنها ليست أجساما، والله تعالى ذات وليست بجسم، وهذه الذات لا نظير لها في المشاهد في عالم الشهادة، لا نظير لها. لذلك لا نقيس الله تعالى بالخلق، لا يجوز. إذا متى يصح قياس الغائب على الشاهد؟ إذا اتفقت الحقائق، إذا اتفقت الحقائق فعندها قياس الغائب على الشاهد واجب، إلا إذا كانت من قبيل المشترك اللفظي. لكن إذا اختلفت الحقائق فلا يصح أن نقيس الغائب على الشاهد. الآن أنا والسماء، أقول لي كبد والسماء لها كبد، في كبد السماء اختلفت الحقيقة من ناحية الجنس، يعني نشترك نحن والسماء في الجنس البعيد أننا أجسام، ولكن نختلف في الجنس القريب، نحن كائنات حية حساسة متحركة بالإرادة. فالكبد المضاف إلى السماء ليس بمعناه فينا، ولله المثل الأعلى، الله مغاير سبحانه وتعالى لخلقه، فليس مجانسا لهم ولا مشاركا لهم في أي معنى من المعاني ولا في أي حقيقة من الحقائق. فما يضاف إلى الله تعالى من معان لا يكون بمعناه في المخلوقين. فنثبت اليد، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، أن مذاهب أهل السنة والجماعة أو طرق أهل السنة والجماعة، مذهبهم التنزيه واحد، لكن طرقهم في التعامل مع النصوص المتشابهة إما التفويض، الله أعلم بما وراء هذا النص القرآن الكريم من معاني، نثبت المعنى الذي يظهر من السياق، لكن ما وراء ذلك هل هذه اليد صفة أو غير صفة لا نثبت ولا ننفي، لكن ننفي الجارحة، وهذا واضح وصريح، وسيأتي معنى نفيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا صريح نفي الجسمية. المذهب الثاني التأويل. المذهب الثالث هو إثبات اللفظة كصفة معنى مع نفي الكيف
ونفي الجسمية ونفي معنى العضوية عن الله تعالى. وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة وإلى أحمد وعليه الماتريدية وعليه الحنابلة، وهو قول الإمام الأشعري في الإبانة، وعليه جمع من الأئمة الأشاعرة رضوان الله عليهم. ولا إشكال في هذا، الإشكال هو في إثبات اللفظة مع إثبات الكيف ونفي العلم بهذا الكيف. المجسمة ماذا يقولون؟ نثبت اللفظة على ظاهرها، يعني على معناها في المخلوقين، يعني أنها جارحة، لكن بعضهم لا يتجرأ، بعضهم يقول اليد المحسوسة، اليد المعروفة، اليد المتشابهة، اليد التي مسماها فينا أبعاض وأجزاء. طب يا أخي تجرأ وقل إنها العضو والجارحة، أو مع بمعنى العضو والجارحة. فإذا نفى أي إمام من أئمة السلف الجارحة بدأوا يشغلون عليه ويشنعون عليه. هذا واضح بالنسبة لمذهب أبي حنيفة. بعض الناس للأسف، وهذا مخالف للأمانة العلمية، نحن للأمانة العلمية ذكرنا هذا نفي الجسمية وذكرنا إثبات الصفات كصفات معان. بعض الناس يأتي إلى القطعة الثانية يقول انظر أبو حنيفة، انظر إلى أبي حنيفة يثبت اليد والوجه، ويضع يده كما وضع اليهودي على آية الرجم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فيضع يده على نفي أبي حنيفة للجسمية، وهذا مخالف للأمانة العلمية. قل إني أخالف أبا حنيفة، لكن لا تشوه مذهبه، لأن الحنفية هم أحرص الناس على اتباع أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، حذو القذة بالقذة لكمال ثقتهم لا بعصمته، بل لكمال ثقتهم بإجماع الأمة أنه بلغ الذروة والغاية والنهاية في الفقه، والعقيدة هي الفقه الأكبر. نعم، فهم أتبع الناس لعقيدة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. قول في القضاء والقدر كذلك موافق تماما لمذهب أهل السنة والجماعة. قال أبو حنيفة في كذلك في الفقه الأكبر باب في الصفات، قال لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. مجرد نفي الكيف يعني نفى الانفعال، لأنه صرح قبل ذلك بأن جميع صفاته قديمة، فلم يزل الله تعالى راضيا عن المؤمنين ولم يزل ساخطا على الكافرين. ثم قال يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست جارحة. هناك صرح بنفي الجسمية، وهنا صرح بنفي الجارحة. نرجو من كل من يريد أن يتبع السلف ويتقي الله تعالى وفعلا يقرر عقيدة السلف وهو صادق، نعم، أن يتبع أبا حنيفة، يقول الله تعالى له يد وليست بجارحة، الله تعالى له ذات وليست بجسم، فقط هذا الذي نريده. قال وهو خالق الأيدي سبحانه وتعالى، ووجه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه. إذن كل ما هو وجه له كيف فالله خالقه، هو مخلوق والله خالقه. إذن الله تعالى يستحيل أن يكون وجهه جارحة أو يده جارحة، ونفسه ليست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس. ثم قال ونختم بهذا، السائل تلميذه أبو مطيع البلخي قال قلت أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ اسمعوا أيها الإخوة الأحبة، اسمعوا ولنسمع ما هي الإجابة الصحيحة حينما يسأل بأين المكانية، أين بمعنى المكان، لأن بعض الناس يأتي إلى حديث الجاري يقول انظروا، أنت بنفسك لا تقول بظاهر حديث الجاري بل تؤول، تقول في السماء في بمعنى على، والسماء بمعنى العرش، أولت تأويلين، أو تقول في السماء بمعنى العلو، والعلو ثابت لله تعالى أزلا ولم يزدد. قال لك الإمام الطحاوي لم يزدد بكونهم، يعني بخلقهم بوجودهم، كان هنا التامة، يعني خلق العرش لم يزد الله تعالى أي صفة ولا أي علو عما كان ثابتا عليه في الأزل سبحانه وتعالى. فقال اسمعوا إجابة أبي حنيفة وانظروا من الذي يجيب بهذه الإجابة، هل السادة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابل أم المشبهة؟ قال يقال له كان الله تعالى ولا مكان.
قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق، وخلق كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه هي الإجابة التي يجيبها أهل السنة حينما يسألون أين الله بمعنى المكان، يقولون كان الله ولا مكان ثم خلق المكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. وحديث الجارية قد بلغ أبا حنيفة ولا أحد، كما ذكر النووي نقلا عن القاضي عياض في شرح مسلم، أن جميع الأمة، أن الأمة قاطبة محدثيها ومفسريها وفقهائها قد ومتكلميها قد أجمعوا على أن هذا الحديث ليس على ظاهره. هناك آيات كثيرة وهو معكم أينما كنتم فإني قريب، هذه كلها تبين لنا أن الله تعالى ليس في مكان، لأن ذاته لا تقبل التحيز في مكان، ولا تقبل ذاته الانحصار والانقهار تحت أو الخضوع تحت قوانين المكان والزمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم والمسلمين أجمعين للسير على عقيدة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأن يوفقنا لفهمها ولدراستها ولنشرها في الأمة جمعاء. ونهاية، أئمتنا وعلماؤنا في الدعوة، في عمل الدعوة والتبليغ، هم على هذه العقيدة، فهم أحناف في الفقه، في الفقه الأكبر أي العقيدة، وكذلك أحناف على في الفقه الأصغر وهو المسائل الفرعية. والحمد لله الذي وفقنا للسير على طريقهم، ونسأل الله أن يحيينا على هذه العقيدة الصافية النقية وأن يتوفانا عليها، والحمد لله رب العالمين.